وروى البخاري في الأدب المفرد أن قوما أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه ليدعو لهم، فقيل له إن إخوانك أتوك لتدعو الله لهم، قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاستزادوه فقال مثلها، فقال: إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. أنس رضي الله عنه هو الذي أخبر أن هذا كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أتاه قوم رضي الله عنه ليدعو لهم، فقيل له: إن إخوانك أتوك لتدعو الله لهم، أتوك لتدعو الله لهم، قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاستزادوا، طلبوا أن يزيد، يأتي بأدعية أخرى، هذا المقصود باستزادوا، يعني أن يزيد في أدعية أخرى. فقال مثلها، أعاد نفس الدعوة، ونبههم على أن هذه الدعوة حوت الخير كله. قال: إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة، إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. استزادوا، طلبوا منه أن يأتي بدعوات أخرى يدعو الله لهم بها، فأعاد الدعوة نفسها، ثم نبههم أن هذه الدعوة حوت كل خير في الدنيا والآخرة. نعم.